أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل تكون إباحة الدف في الزواج فقط أم تباح في الأعياد والمناسبات؟ يقولون للنساء لا بأس، لأن امرأة نذرت إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب عليه بالدف، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها وضربت على رأسه بالدف. بالمناسبات للنساء لا بأس بذلك. نعم.